طيب الصورة طالعة كده. الصورة طالعة يا جماعة. تمام يا باشمهندس. تمام. طيب قبل ما بس نبدأ نخش في الجزء اللي كان باقي من الامبلتيود مودوليشن، تعالى ناخد المسألة دي لأنها كانت ريليتد للي احنا شرحناه في السكشن اللي فات. ماشي، بيقول لك دلوقتي عندك تو سيجنالز M1 وM2، الاتنين ليهم باندويتس 5 كيلو. ماشي، زي ما احنا بصينا اهو، عندنا M1 اوف اف وM2 اوف اف، الباندويتس بتاعهم فعلا 5 كيلو. خدوا بالكم من الحته دي عشان احنا دايما الباندويتس بنقيسه في الحته البوزيتيف بس او نيجاتيف بس، يعني ما حدش يجي يقول لي مثلا الباندويتس بتاع السيجنال دي عباره عن ايه، عباره عن 10 كيلو، لا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، هو الباندويتس هي الحته دي بس. طيب بيقول لك ار ترانسميتد سيمالتينيوسلي اوفر تشانل باي ذا فولوينج مالتيبلكسنج سكيم. ماشي، هو طبعا احنا زي ما احنا عارفين ما ينفعش ان احنا نبعت اتنين مسج على نفس الكارير، فقال لك هعمل ايه؟ قال لك هبعت مسج زي ما هي وفي مسج تانية هدخلها على كارير، مش عشان بس اشدها شوية بعيد عن دي، بعد كده هاخد الاتنين على بعض بقى بعد ما اجمعهم ادخلهم على كارير تالت. ماشي، والكلام ده هناخده في المنهج حاجة اسمها فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج، بس خلينا دلوقتي في المسألة يعني دي. طيب فبعد كده بيقول لك عايز بقى يبلوت السبيكتروم عند البي وعند السي وعند الدي. طيب فتعالوا كده نرسمها بسرعة يعني. أول حاجة عند البي هلاقي إن أنا عندي convolution السيجنال دي، ماشي، اللي هي من 5K لناقص 5K مع الكارير اللي هو عند 10K وعند ناقص 10K، وهنا هيبقى هنا بواحد وهنا بواحد، لأن احنا هنا ايه، هنا اتنين، ومفروض هنا بيبقى نص الاتنين ونص الاتنين. طيب الكلام ده لو عملته هلاقي في الآخر إن أنا عندي السيجنال نفسها بس متشفتالي مرة عند 10K، ويبقى هنا كده 15K وهنا 5K وهنا يبقى ناقص 10K و5K وناقص 15K. طيب فكده دي هتبقى عند البي. طيب عند السي هتبقى ايه؟ عند ات سي، ات سي هتبقى في الاخر هي السيجنال اللي داخله من هنا، ماشي، مجموعة على السيجنال اللي خارجه من هنا، يعني هاخد الشكل ده من الاخر كده، ماشي، واجمع عليه السيجنال دي. طيب فالكلام ده في الاخر هيدي ايه؟ هيدي ان هي السيجنال اللي انا كانت عندي دي، ماشي، هي بس طلعت مني كبيره شويه، مجموع عليها السيجنال ايه، السيجنال هنا، وهنا هيبقى عندي من 5K ل 15K، وعندي هنا من ناقص 5K لحد ناقص 15K. طيب بعد كده بقى عايز ياخد سيجنال سي دي اللي هي حسبتها هنا، يا شيء، يرفعها على كارير عند 20K. فنفس الكلام هاخد الكلام ده اعمل له convolution مع السيجنال اللي هي عند ايه، عند 20K، عند 20K وعند ناقص 20K. فالكلام ده هشفته 20 قدام و20 ورا، فلو جينا نرسم الكلام ده يبقى قد دي هيطلع في الآخر إن هو الشكل اللي أنا كنت راسمه ده، بس متشفت مرة عند بوزيتيف 20 وعند ناقص 20. ماشي، فهنيجي هنا هنلاقي دي 20K، هنلاقي هنا 25K، لو هنلاقي هنا 30K وهنا 35K، ونفس الكلام من هنا كده، معلش، يبقى هنا 15K وهنا 5K، ونوع نفس الكلام
حوالين الزيرو علشان التشفيته اللي بناقص 20، فلاقيها برضو ايه طلع لي بالشكل ده. اشيله هنا هيبقى ناقص 20، وهنا ناقص 5 كي، وهنا ناقص 35 كي بس. فهو في الاخر ده هيطلع الشكل عندي دي، ده الاوتبوت خلاص اللي انا بعته للايه الريسيفر. حد عنده سؤال لحد كده؟ طيب بعد كده بيقول لك indicate the bandwidth of the signal at the output، اللي هو الايه السيجنال اللي هنا دي عايز يعرف الباندويث سحب كام. زي ما انا قلت لكم احنا بنحسب الباندويث يا اما للبوزيتيف بس يا اما للنيجاتيف بس، احنا ما بنحسبش الباندويث الاثنين، لان هو في الاخر احنا ما عندناش حاجه اسمها نيجاتيف فريكونسي. نيجاتيف فريكونسي دي بس حاجه عشان الفورير ترانسفورم، بس في الاخر السيجنال هي موجوده في الايه يعني في البوزيتيف بس، لكن الجزء ده بيظهر لنا عشان عندنا حاجات ريل وايماجينري يعني. فهو في الاخر الباندويث بتاع السيجنال هيبقى هو ايه، هيبقى هو العرض بتاع السيجنال في البوزيتيف بس. فالباندويث كده هيكون 35 كي ناقص 5 كي اللي هي 20 كي بس. فده الباندويث بتاع السيجنال. بعد كده بيقول لك design a receiver to recover the signal M1 and M2 from the modulated signal at D. يعني هو عايز ياخد السيجنال دي اللي هي كانت مبعوثة دي، يرجع منها تاني السيجنال M1 والسيجنال M2. طيب فعادة يعني أول حاجة تفكر فيها في المثال دي هي فكرة إن أنت اللي عملته في الترانسميتر تعمله في الريسيفر تاني بس بالعكس. ده أول حاجة، يعني أنت ضربته في الكارير ده في الآخر، فأنت في الريسيفر توقع إن أنت ده أول حاجة تضرب فيه مش آخر حاجة. ليه؟ علشان أنت في الآخر عايز ترجع كل حاجة خطوة خطوة زي ما كانت أصلا. ماشي، فانت اول حاجه عايز تعملها انك ترجع الشكل ده كله عند الزيرو تاني، وبعد كده تبتدي تفصله بحيث انك ترجع بقى كل حاجه منهم عند الزيرو تاني. بس الاول خطوه خالص ان احنا نرجع الكلام ده كله عند الزيرو. فعشان نرجع الكلام ده كله عند الزيرو احنا دلوقتي بنحل في سي، هنقوم الشكل ده كله ماشي عاملين له convolution مع الكارير ماشي اللي هو عند ايه، اللي هو عند ال 20 كيلو. فهيقوم شافت الشكل ده كله اللي هو ده كله كده على بعضه ماشي 20 كيلو قدام و 20 كيلو لورا، فلاقي ان هو في الاخر طلع لك كده، هلاقي ان الشكل ده ان ده كده لو اتشفت 20 لقدام هيجي لي عند الزيرو، ماشي، والشكل ده لو اتشفت 20 لورا هيجي لي برضو ايه متطابق عليه ماشي، وهيتجمعوا على بعض. وليكن مثلا هقول ان هنا كده هتبقى 2 مثلا ماشي، وهناك سوري لما شفت دي بقى 20 لقدام هتبقى عند 40 ماشي، ونفس الكلام هنا، وهقول هنا مثلا 1 و1. وبما اني طبعا يعني انا في الاخر عايز السيجنال دي بس ماشي، انا مش عايز دول، يعني دي اصلا اللي كانت عندي في الخطوه اللي قبلها، انا في الخطوه اللي قبلها كان عندي دي ماشي. فخلاص هنقوم حاطين زي ما احنا عارفين لو باس فلتر ماشي. الباندويث بتاعه كام؟ الباندويث بتاعه احنا قلنا بناخد الجزء البوزيتيف بس، يبقى من هنا لهنا ماشي، لان هنا ده زيرو، فيبقى الباندويث بتاعه 15 كي ماشي. فمعنى كده ان انا اول حاجه عملتها هي ان انا خدت السيجنال اللي هي اللي جايه لي، رحت ضاربها في كارير، ممكن نقول برضو هيبقى كوزاين 2 كوزاين 2 باي في 20 كي في تي. بعد كده رحت حاطط لو باس فلتر الباندويث بتاعه و15 كي ماشي. دلوقتي بقى انا طلع لي السيجنال هنا دي، عايز بقى افصل منها الام 1 والام 2 تاني ماشي. ف
فيبقى دلوقتي مبدئيا احنا هنتفرع لسكتين كده، واحده هتبقى مسؤوله عن الام 1 اوف تي، واحده مسؤوله عن ام 2 اوف تي. حلو جدا. انا بقى هنا لو انا عايز افصل دي ماشي عن دول، فالموضوع سهل، ان انا هاخد نفس السيجنال دي او معديها على لو باس فلتر تاني ماشي، ويكون الباندويث بتاعه هو الحته دي بس، لان انا في الاخر يعني انا في الاخر عايز اخد السيجنال دي فاحط لو باس فلتر يكون الباندويث بتاعه هو ايه، هو الجزء البوزيتيف بس زي ما قلنا. فهنا الباندويث بتاعه يبقى 5 كي، الباندويث بتاع اللو باس فلتر 5 كي ده يعني بيمتد من نايس 5 ل 5، يعني هو هيبقى كده، يعني هيبقى هنا 0 وهنا 5 كي وهنا نايس 5 كي، بس احنا بنقول ان الباندويث هو الجزء البوزيتيف بس. فكده هنا في الاخر هيطلع لي السيجنال دي اللي هي اصلا كانت ام 1 اوف اف، اللي هي يعني ايه كده بقى اكستراكت ام 1 اوف تي. فكده هنا يبقى انا خرجت ام 1 اوف تي، معلش يا الصفحه خلصت بس يعني المهم هنا هيبقى ايه، كده هيبقى ام 1 اوف تي. بالنسبه بقى للثانيه ماشي، فاحنا اول حاجه محتاجين نعملها هي ان احنا نرجع الحاجات دي تاني عند الزيرو زي اصلا ما كانت في الاول. احنا في الاول دي كده كانت عند الزيرو ماشي، عشان نرجعها عند الزيرو هنمشي برضو بالعكس، هنقوم ضاربين في الكارير اللي احنا كنا اصلا ضربنا فيه اللي هو ليكون 2 كوزاين 2 باي في 10 كي في تي ماشي. فلما اعمل كده هلاقي ان الكلام ده كله ماشي اتشفت 10 قدام و10 لورا، فهلاقي ساعتها ان حصل كالاتي. لما شفت الكلام ده كله 10 قدام، خد بالك ان هنا ده ناقص 10 كي وده 10 كي. لما شفت الكلام ده كله لقدام هيجي لك هنا ماشي ماشي، ولما ترجع الكلام ده كله لورا 10 كي يبقى هيجي لك هنا ماشي. وانت اصلا كنت عايز، في حد هيسال حاجه؟ اه باشمهندس، كنت عايز اقول ينفع نعمل باند باس فلتر على انت عايز باند باس فلتر عشان تاخد دي الاول، عشان اخد المثلث ده لوحده بس وخلاص كده، وبعد كده لا، ما انت عايز ترجعه للزيرو، فانت عايز تحط باند باس فلتر بعد كده تضرب في الكارير عشان ترجعه للزيرو، بعد كده تحط لو باس فلتر عشان تاخد الجزء اللي في النص بس، مش انت عايز كده قصدك؟ انا كان قصدي اخد المثلث يعني السيجنال زي ما هي كده، لا زي ما عملنا في السيجنال واحد. لا ما افهم بقى، انت السيجنال اصلا كانت عند الزيرو، انت السيجنال اصلا انك عند الزيرو، ما ينفعش تقول لي ان انت هتاخدها عند ال10، ما ينفعش. السيجنال متسمطر حوالين الزيرو، لازم نرجعها انت كان ممكن في الاول تاخد باند باس فلتر وبعد كده تضرب في الكارير، بس دي ما لهاش معنى، لان في الاخر انت اصلا بعد ما هتعمل كده هتقوم واخد الكلام ده كله على لو باس فلتر ماشي، ليه باندويث 5 كي تمام، فاصلا الحاجات دي هتتكنسل، فانت ما كانش ليها داعي انك تكنسلها بايه، بباند باس فلتر تمام. بس فانت في الاخر هتعدي الكلام ده كله على لو باس فلتر برضو ليه باندويث 5 كي، وكده هتبقى طلعت الام 2 اوف تي. باشمهندس اتفضل. هو طب ما هو كده اللو باس فلتر الاولاني ملوش لازمه صح، اللي هو اللي بعد الميكسر الاولاني ما هو بص، وانا بشرح امبارح لباور برضو قلت لهم ان انا اصلا في الاول ما كنتش حاطط الفلتر ده ماشي، فهو انا متفق معاك، بس انا الفكره ان انا ما كنتش مشيتها بايدي للاخر، فقلت لهم عشان نبقى في السليم، لو انت يعني مش متاكد بالظبط هل في حاجه هتنزل لك هنا او لا، فحط لو باس فلتر احتياطي يعني، فاهم؟ بما ان يعني هو كده كده اللو باس فلتر حاجه سهله يعني، فاهم؟ بس انا متفق معاك، بس انت في الاخر لو انت ما كنتش حطيت اللو باس فلتر كنت هتاخد السيجنال دي هنا تخرجها على طول، هي اصلا كانت هتطلع لك دي وده كان هيتكنسل وده كان هيتكنسل صح تمام، وهتيجي هنا برضو انت لو شفت الكلام ده كله 10 قدام و10 ورا وخدت في الاخر دي، فاي حاجه تانية كانت هتتكنسل. فانا متفق معاك ان ده كده ممكن يبقى ملوش لازمه، بس يعني عشان بس ايه
ممكن تكون في مسألة غدارة أو حاجة وتلاقي إن تلاقي إن في حاجة نزلت لك في البند بتاعتك يعني. ايوه بس يعني ف بس هو أنا متفق معاك، هو فعلا ممكن يكون ملوش لازمة يعني. ماشي، حد عنده سؤال لحد كده؟ اه معلش، اتفضل. هو احنا خدنا لو باس فلتر في التانية، يعني هو نفس اللو باس فلتر اللي خدناه فوق كده، احنا فرقنا في ايه بين السيجنال؟ لا لا، ثانية واحدة ثانية واحدة. انت دلوقتي انت السيجنال اللي طلعت لك هنا، ماشي، اللي طلعت لك هنا اصلا كان اللي موجود حوالين الصفر هو دي، اللي فوق كان اللي موجود حوالين الصفر هو دي. فانت لما تحط لو باس فلتر هنا هياخد دي، لما تحط لو باس فلتر فوق هياخد دي. ايوه تمام، فهمت بس قصدك. بس ماشي باشمهندس، طب انا عندي اتفضل اتفضل. هو سؤال بس بعيدا عن يعني في الامتحان بنقعد نحل بالرسومات كده اه ولا بيبقى يعني بنفس المنظر ده كده والأسئلة بتيجي بالمنظر ده؟ اه اه بص، فكرة ان انت في المادة دي تحل برسومات دي بتحصل كتير جدا يعني، تمام. ترسم خطوة خطوة كده لان في مسائل، في حاجات يعني المسألة دي مثلا انت ما اظنش انك هتعرف تمشيها بالمعادلات يعني، اصل هي في الاخر انت عندك سيجنال، السيجنال دي ما كانتش جيفن بحاجة تايم دومين اصلا، هي كانت جيفن بحاجة فريكونسي دومين، فانت الحل انك تمشيها بالرسم. تمام، الحاجات اللي بتمشيها بالتايم دومين دي لما يكون ايه مديك سيجنال ام اوف تي ومش مديك ليها فريكونسي ريسبونس وعايزك تمشيها معادلات يعني، او مديك مثلا ايه مديك سيجنال، السيجنال اللي داخله كانت ساين اصلا، فانت ممكن برضه ايه تضرب الساين في الساين وتحسب بقى، لكن هو مديك سيجنال فريكونسي دومين فلازم تمشيها بالرسم، ده ما عندكش حل تاني يعني. تمام. طيب احنا كده خلصنا اول مسألة اللي هي ما كانتش ريليتد لايه للكونتنت الجديد، عايزين بقى نبدا نخش كده في ايه في شويه حاجات جديده. طيب فاول حاجه عايزين نتكلم عليها حاجه اسمها الكوام، ماشي، اختصار كوادريتشر امبليتيود موديليشن. طب ايه حكايه كوادريتشر دي الاول؟ كوادريتشر دي بتعني ان في حاجتين في الشيفت بينهم 90 درجه، يعني اللفظ ده عامه لو هتشوف اي كورس بعد كده كلمه كوادريتشر معناها حاجه وحاجه في الشيفت بينها وبين اللي قبلها 90 درجه. طيب ايه بقى الكلام ده؟ تعال الاول نشوف الكيس بتاعت المساله اللي احنا كنا لسه بنحلها. في المساله دي انت كان عندك تو سيجنالز ام 1 اوف تي وام 2 اوف تي وعايز تبعتهم في نفس التشانل، ماشي، فكان الحل بالنسبه لك عشان تقدر تبعتهم مع بعض وما يخشوش في بعض هو انك في الاول ترفع واحده على كارير قبل ما ترفع الاثنين مع بعض على كارير تاني، بحيث ان انت تفصلهم عن بعض اصلا وانت بعتهم وتعرف تكستراكت الاثنين من بعض. لكن ما حس المبدا ما كانش ينفع انك تدخل الاثنين سيجنالز دول مع بعض وتدخلهم على الكارير ده لانهم كانوا خلاص هيخشوا في بعض ومش هتعرف، مستحيل انك ايه تطلعهم من بعض. قال لك بقى في طريقه، قال لك في طريقه انك تدخل الاثنين سيجنال من غير ما ترفع واحده فيهم على كارير تاني وتدخلهم على نفس الكارير وتعرف تفصلهم عن بعض في الريسيفر. ازاي الكلام ده؟ هو عن طريق الكوام ده. طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك انك بتاخد السيجنال الاولى وليكن ام 1 اوف تي ترفعها على كارير، ماشي، عباره عن كوزاين 2 باي اف سي تي، وهتاخد السيجنال الثانيه ترفعها على كارير، الكارير ده هو هيبقى ليه نفس الفريكونسي دي بس هيبقى فيه شيفتد ب 90 درجه، يعني هيبقى سايب، ماشي، وتاخد الكلام ده كله تبعته مع بعض. فانت كده في الاخر اللي عملته انك انك ما احتجتش تشانل تانيه، ما احتجتش فريكونسي تانيه، دي لوحدها ميزه، ماشي. قال لك بقى الكلام ده والله لو انت بعته انا بقول لك ان انت هتقدر تفصلهم عن بعض، ماشي، وهتفصلهم عن بعض ازاي؟ بانك برضو نفس الكلام اللي انت عملته هتعمله بالعكس، هتاخد السيجنال الاولى، هتاخد السيجنال المجموعه دي تضربها مره في كوزاين وتضربها مره في ساين، وبعد ما تعمل الكلام ده طبعا ايه احنا عارفين بيطلع لنا سيجنال عند الزيرو وسيجنال عند الاثنين اف سي،
فبتضطر انك تحط اللو باس فلتر بتاعك العادي، اللو باس فلتر هنا ولو باس فلتر هنا. انت لو عملت كده بقى هتلاقي في الاخر طلع لك هنا الام سيجنال بروبورشنال للام 1 اوف تي، ممكن تبقى مضروبه في نص او في واحد على حسب دي كانت كوزاين ولا اتنين كوزاين يعني، بس دي مش القصه المهمه يعني. ونفس الكلام يعني سيجنال هتبقى بروبورشنال لام 2 اوف تي. طيب الكلام ده يعني انا بقول لك ان ده اللي هيحصل، اثبته ايه بقى؟ اثبته هو انك تمشيها بالمعادلات. والله عندك هنا سيجنال ماشي، هنا هتبقى سيجنال ولتكن اس اوف تي، عندي اس اوف تي دي بتساوي ام 1 اوف تي كوزاين 2 باي اف سي تي زائد ام 2 اوف تي ساين 2 باي اف سي تي. طيب فالكلام ده كله بقى لو انت خدته ده احنا ممكن نعملها للابر باس وهي تبقى زيها بالظبط للور باس. يعني لو احنا خدنا السيجنال دي كلها ضربناها في الكوزاين ماشي، يعني لو خدت السيجنال دي كلها كده رحت ضاربها في كوزاين ماشي، هتلاقي في الاخر طلع لك ام 1 اوف تي ماشي في نص زائد نص كوزاين 2 باي اف سي تي زائد ام 2 اوف تي ساين 2 باي اف سي تي، سوري هنا هتبقى معلش 2 اف سي ماشي مش اف سي، وهنا نفس الكلام 2 اف سي على 2 ماشي. لو انت طبعا الكلام ده جه منين؟ جه عن طريق بقى ايه فكه الكوزاين كوزاين وكوزاين ساين، تاني احنا عارفينهم دول وكتبوا في المحاضره يعني. فانت في الاخر لو عديت الكلام ده على لو باس فلتر هيشيل لك الحاجات هم 2 اف سي دي، ففي الاخر هيبقى لك ام 1 اوف تي على 2. نفس الكلام ده لو عملته تحت ماشي، انت لو جربت الساين في الكوزاين والساين في الساين هيطلع لك في الاخر برضو الام 2 اوف تي بعد نفس بنفس الطريقه بالظبط. ففي الاخر قدرت ان انا استغل كارير واحد فريكوانسي واحده وابعت عليها 2 سيجنال، وفي نفس الوقت اقدر افصلهم عن بعض في الريسيفر. بس فهي دي فكره الكوادريتشر امبليتيود موديليشن. هل حد عنده سؤال؟ باشمهندس اتفضل. هو معلش هو احنا ليه ضربنا في الكوزاين تاني فوق وايه الالفا دي؟ معلش لا الفا دي مش الفا، ده انا بس بقول لك ان السيجنال هتطلع بروبورشنال لام 1 اوف تي، ممكن تبقى ما ايه ام 1 اوف تي على 2 ام 1 اوف تي في 2 هتطلع حاجه، بس نتيجه على حسب بس انت ضربت هنا في كام يعني، هل دي كانت 2 كوزاين بقى ولا كوزاين ولا 3 كوزاين، فاهم قصدي؟ طب يعني احنا ليه ضربنا معلش في كوزاين هنا ليه ضربت في كوزاين تاني؟ ما انت مش انت في السيجنالز مش انت في الدي موديليشن عشان تعمله كنت بتاخد السيجنال موديليت تضربها في الكارير تاني. اوكي تمام، دي موديوليتد سيجنال هتاخدها تضربها مره بقى في كوزاين ومره في الساين ماشي عشان تعمل دي موديوليشن وتحط لو باس فلتر عشان يشيل لك الحاجات اللي عند 2 اف سي. طب هو حضرتك بتقول اللي هو الكونستنت اللي هو هيبقى بروبوشنال مع الام 1 اف تي بيبقى متحدد على حسب الكوزاين، هي يعني على حسب بقى انت ضربت هنا في كام. اصل بص هو عاده احنا في الكوميونيكيشن سيستمز والكلام ده احنا مش بنهتم قوي السيجنال اتضربت في كام، اهم حاجه انها تطلع لك السيجنال بس، ما تطلعش ايه ما كانش يطلع لك مثلا جزء من الام 2 اوف تي هنا فاهم، لكن في الاخر اي كونستانت هيتضرب ده انا ممكن اشيله يعني او اضرب في حاجه عكسه فاهم بس يعني. تمام ماشي بس شكرا مشكور العفو. فهل حد عنده سؤال تاني؟ مش مهندس اتفضل. هو يعني ايه بروبوشنال لام 1 اوف تي؟ يعني ام 1 اوف تي مثلا تبقى مضروبه في كونستانت او في اختلاف ما بينهم ولا يعني يبقى هنا في مثلا وليكن كونستانت كي، بلاش بروبوشنال كونستانت كي، وهنا كونستانت كي بس يعني على حسب بقى انت يعني. انا هنا اصلا هقول لك ليه انا بقول كده، لان في المحاضره الدكتور كان ماشيها 2 كوزاين فاهم. تمام هو فعلا كان في 2 كان في 2 كوزاين، فطلعت لك هنا واحد يعني كده طلع بواحد، انا هنا طلع بنص. قصدي بس اقول لكم ان مش فارق انا ضربته في كوزاين ولا في 2 كوزاين، يعني مش معنى ان الدكتور ضربها في 2 كوزاين انك غلط تضربها في كوزاين، بس يعني انا بس حبيت اغير الكيس عشان ما تبقاش دي ايه
فاكرينها انها لازم تبقى كده يعني. هي كانت بتسهل حسابات اصلا يعني. بس يعني بس عايز اقول لك ان هو عملها كده للتسهيل، لكن مش ده مش رول يعني، مش فاهم. تمام شكرا. لا بس التوبيك التاني بقى اللي عايزين ناخده هو السنجل سايد باند موديوليشن. لو احنا فاكرين في السكشن اللي فات كنا قلنا ان احنا لو عندنا سيجنال قلتكم بالشكل ده ماشي، وبتمتد من ناقص دبليو لدبليو، فالسيجنال دي احنا زي ما احنا قلنا قبل كده، انت عارف ضمنيا ان الجزء النيجاتيف ده والجزء البوزيتيف ده بيبقوا ايدنتيكال فاهم، واللي حصل ده بس بيبقى نتيجه الفورير ترانسفورم. يعني لو الام اوف تي كانت ريل سيجنال، ودي كيس يعني انت ما فيش حاجه اسمها سيجنال في التايم تبقى كومبلكس، يعني دي يعني كيس مش موجوده قوي، هو السيجنال تبقى كومبلكس لما تحولها للفورير ترانسفورم. بس فلو السيجنال كانت اصلا ريل سيجنال، فانت لازم الفورير ترانسفورم يطلع كده، يطلع حاجه ايدنتيكال حوالين الزيرو. فاحنا قلنا ان الكلام ده لما بتعمل له موديوليشن ماشي، لما تعمل موديوليشن بيطلع لك هنا وبيطلع لك هنا ماشي، عند الاف سي وعند الناقص اف سي. فقال لك انا بما اني عارف ان الجزء ده والجزء ده ايدنتيكال ماشي، طب ما انا مش محتاج ان انا ابعت غير واحده بس منهم، ليه ابعت الاثنين بعد ما عملت الموديوليشن؟ انا لو بعت الاثنين بدل ما كنت هحتاج تشانل يعني دلوقتي لو بعت الاثنين هبقى محتاج تشانل عباره عن 2 دبليو. طب ما انا ممكن ابعت واحده بس وابقى محتاج تشانل دبليو، وانا كده كده عارف ان الجزء ده والجزء ده ايدنتيكال، ابعته مكرر ليه؟ فقال لك بقى علشان نوفر شويه، فانت ممكن تقوم جاي حاطط هنا باند باس فلتر وحاطط هنا باند باس فلتر، لان هو انت لو حطيت باند باس فلتر هنا كده كده هيتحط هنا، لان اي حاجه بنعملها في البوزيتيف بتتعمل في النيجاتيف ماشي. المهم يعني في الاخر انك ساعتها هتلاقي السيجنال طالعه لك بالشكل ده. كان ممكن تعمل العكس، كان ممكن سوري انت هنا حطيت دي، فكان المفروض السيجنال تطلع لك، معلش انا اسف، كان المفروض السيجنال تطلع لك كده. وكان ممكن زي ما بقول لكم تاخد الجزء ده والجزء ده بدل ما خدت الجزء ده وده، فساعتها السيجنال كانت تطلع لك كده. وبنسمي دي كده الابر سايد باند سنجل سايد باند موديوليشن، وهنا اللور سايد باند سنجل سايد باند موديوليشن. يعني انت هنا خدت اللور وهنا خدت الابر بس. فقال لك بقى مشكله التكنيك ده هو انك محتاج الفلتر ده يبقى شارب قوي بحيث ان هو ينزل يكنسل هنا على طول وما ياخدش اي حاجه من هنا، وده في الواقع مستحيل. احنا عمرنا ما هنقدر نوبتين فلتر يكون بالشاربنس ده. فالكلام ده جه الدكتور بقى قال لك في الليكتشر، قال لك والله انا عندي سيجنالز كده كده اصلا زي الصوت مثلا بتبقى اصلا بتيجي عند الزيرو تنزل، يعني هي ما بتبقاش موجودة قوي عند الزيرو. فقال لك والله لو انت عندك سيجنال بالشكل ده هنا معمول لها موديوليشن حوالين الاف سي حوالين الناقص اف سي، فقال لك والله انا ما عنديش مشكلة ان يبقى الفلتر مش شارب قوي. يعني لو الفلتر مش شارب قوي فانا ما عنديش مشكلة، انا كده كده اصلا ما كانش عندي سيجنال هنا، فانا ما كانش يفرق معايا في حاجة ان الفلتر ينزل زيرو على طول. وده قال لك خلاص احنا ممكن نتقبل ده في ايه، في حاجه زي الصوت مثلا، لو ايه لو هي عند الصفر اصلا كانت ما لهاش قيمه قوي. طبعا في تكنيكس ثانيه غير ان احنا نستخدم فلتر ماشي، هنشوف يعني مساله على الكلام ده، بس من حيث المبدا فلو احنا نستخدم فلتر فايه فالفلتر يعني لازم يبقى شارب قوي وده ما ينفعش. فيا اما احنا نبقى اصلا السيجنال عارفين ومتقبلين انها عند الزيرو ما كانتش فيها حاجه، يا اما نلجا للحل الثاني اللي هو ايه اللي هو الفيستيجال سايد باند.
فقبل بقى ما نخش في الفيرتيكال سايد باند، هل حد عنده سؤال في السنجل سايد باند؟ باشمهندس، هو حضرتك اللي هو في الجزء الابر، هو حتى في الجزء النيجاتيف هو اللي بيبقى مور نيجاتيف، بيبقى اكتر يعني اللي هو بيبقى النيجاتيف اللي هو الكبير. لا مش فاهم قصدك، معلش. يعني هو هنا في الابر احنا خدنا برضو خدنا الجزء بتاع السيجنال اللي هو النيجاتيف اللي هو الكبير. انت هو قريب من الزيرو. لا ثواني بس، ده يعني الاثنين دول زي بعض، ما فيش حاجه كبيره وحاجه صغيره، انا بس ممكن الرسمه مش سيمتريك عشان ايدي بس. لو حضرتك بتقول في الابر سايد، انا قصدي في الابر سايد اللي هو احنا هنا بناخد هنا اللي هو الجزء اللي على الشمال عشان هو اكبر، اللي هو اكبر كقيمه ايا كان نيجاتيف ولا بوزيتيف. انت هنا خدت الجزء اللي على اليمين وهنا خدت الجزء اللي على الشمال. انت قصدك ليه هنا خدت الشمال وهنا خدت اليمين يعني؟ لا انا قصدي في الجزء بقى اللي هو النيجاتيف ده، ليه خدت اللي هو الشمال ما خدتش ليه اليمين كان اللي هو ابر؟ ما انا ده قصدي. انت ماشي، انت قصدك يعني ليه هنا جيت خدت الناحيه دي وهنا خدت الناحيه دي؟ يعني كان المفروض اخد هنا وهنا او هنا وهنا، صح كده؟ والله قصدك ايه؟ لا هو انا قصدي بس بتكلم على الجزء النيجاتيف بس، اللي هو الابر هنا بالنسبه لي هنا اللي هو الجزء اللي هو النيجاتيف اللي هو على الشمال هو ده الابر. تمام ماشي. انت بس كنت بتلخبط عشان حاجه ولا ايه؟ انا كنت متلخبط بس في الجزء اللي يعني اللي هو كنت فاكر اللي هو الابر ده اللي هو الجزء بيبقى على اليمين اللي هو بيبقى قريب من الزيرو يعني. لا لا لا، هو كده يعني، هو نفس الحاجة سيمتريك على الناحية التانية على طول. تمام ماشي، شكرا. العفو. باشمهندس اتفضل. هو يعني دلوقتي احنا مش هنستخدم اللي هو السنجل سايد باند ده عشان ما بنحتاج فلتر يكون شارب ومش هنعرف نعمله، صح؟ ممكن زي ما بقولك، ممكن يعني السنجل سايد باند لو هستخدمه عن طريق ان احنا نعمل فلتر كده، فلازم اكون متقبل ان السيجنال تكون قريبه اصلا هنا كده بزيرو، بحيث ان انا ما كنتش محتاج فلتر شارب قوي. ده حاجه. يا اما اعمله بتكنيك تاني، في تكنيكس تانيه للسنجل سايد باند من غير فلتر، بتلاقي بقى سيجنالز بتتكنسل، فبتلاقي في الاخر ان طلع لك السيجنال هنا بس. هنشوف مساله على ده، بس خلينا دلوقتي نقول لو انا هحتاج فلتر فانا لازم اكون متقبل فكره ان السيجنال هنا مش ايه، ما تكونش ليها قيمه. او استخدم بقى الفيستيجال سايد باند. الفيستيجال سايد باند ده تكنيك بيتعامل مع ايه، مع ان الفلتر مش شارب، بيحط بقى شروط معينه على الفلتر بحيث ان انت ايه تعرف ان انت تكستراكت السيجنال تاني. خلاص تمام ماشي. فايه بقى حكايه الفيستيجال سايد باند ده؟ الفيستيجال سايد باند ده ككونسبت قال لك والله دلوقتي انا بعت السيجنال بالشكل ده، طيب انا دلوقتي عندي فلتر، خلاص انا الفلتر ده هو فلتر مش شارب، ماشي. فبالتالي لو انا جيت اشوف بقى السيجنال دي عامله ازاي، هلاقيها حاجه بالمنظر ده، هلاقيها حاجه بالمنظر ده. هاجي عن الاف سي كده والاقي هنا ايه بتنزل شويه كده، واجي هنا عند ناقص اف سي والاقيها بتنزل شويه هنا كده، ماشي يعني، او بتنزل اسرع. فهلاقي ان انا والله جيت هنا ما بعتش كل ده، لا ده انا بعت حته بسيطه احسن من ما فيش، يعني احسن من ان انا بعتها كلها. يعني نفس الكلام حصل هنا. فقال لك بس انت كده بقى ايه بوظت السيجنال، يعني انت لو جيت ترجع السيجنال دي هنا للزيرو ورجعت دي للزيرو وجيت تجمعهم هتلاقيها هتطلع لك كلام فاضي، يعني مش هيجمعوا على بعض، غير ان انت كان يبقى عندك دي كلها ودي كلها، فلما يجمعوا على بعض يطلع زي ما هي. لا كده انت بوظت السيجنال. فقال لك علشان بقى السيجنال ما تبص، فانت دلوقتي محتاج الفلتر ده يبقى بشكل معين، ماشي. طيب فالشكل ده قال لك ايه؟ قال لك ان انت يبقى عندك ده، وانت افترضت ان الشكل ده اللي هو الفلتر اللي كان عامل كده ده، ماشي، اسمه M of F، ده كده اسمه M of F. فانت عايز بقى، يعني الدكتور مشيها معاكم في المحاضرة المفروض، انت عايز M of F plus F C زائد M of F، سوري نسميها H احسن عشان M دي السيجنال، ماشي. انت عايز H of F زائد F C
زائد اتش اوف اف ناقص اف سي تساوي واحد. طيب بالراحة جدا ايه الكلام ده؟ قال لك والله انت دلوقتي السيجنال ماشي، انت بعد بقى ما هتعملها دي موديليشن وكده هتلاقي ان الفلتر ده كريسبونس ماشي، بعد ما عملت دي موديليشن للسيجنال دي مع الكاريرز اللي هي هتعمل لي دي موديليشن اللي هم عند اف سي وناس اف سي، فانت الشكل ده كله هيتشفت لك اف سي قدام واف سي لورا، فانت برضو هتلاقي ساعتها ان الفلتر ريسبونس ماشي اللي هو كان هنا ده اتشفت لك 20 قدام و20 ورا، سوري اتشفت لك اف سي قدام واف سي ورا ماشي. فانت بقى عايز بقى لما الشكل ده كده ماشي اتشفت لك اف سي قدام واف سي ورا ماشي ويجي لك هنا كده، المفروض هيجي لك بالشكل ده ماشي وبالشكل ده. طيب طبعا اللي هيجي عند 2 اف سي او ناقص 2 اف سي كده كده هنشيله علشان هيتحط له باس فلتر ماشي، فانا يهمني بس الحاجه اللي جات لي عند الزيرو لما شفت ده اف سي لورا ولما شفت ده اف سي لقدام. فقال لك والله الشكل ده ماشي، الشكل ده في الاخر هيبقى مضروب في السيجنال، يعني السيجنال بتاعتي هتبقى ايه، تبقى هنا كده بالشكل ده والشكل ده مضروب فيها. فعشان الشكل ده ما يبوظليش السيجنال لازم مجموعه دايما يفضل واحد، بمعنى ان الحته دي كده اللي هما بيتلاقوا فيها لازم لما يتجمعوا يفضلوا واحد، بحيث ان في الاخر مجموع بقى الفلتر ريسبونس لو ده فضل واحد هيطلع لك بالشكل ده. فالسيجنال لو دخلت خلاص يبقى ما حصلهاش اي ديستورشن، تبقى طلعت زي ما كانت بالظبط. لو ما كانش ده حصل كنت هتلاقي هنا عك بدات تعك. بس فهو ده الكونسبت بتاع الفيستيكال سايد باند. لو حد عنده سؤال يقول. حد عنده سؤال؟ طيب ماشي حلو جدا. احنا دلوقتي بقى هنبدا في المسائل، تعالوا بس نبدا في اصعب مساله في السكشن علشان قبل ما الناس تفصل. ماشي اصعب مساله في السكشن هي دي مساله سهله عشان نجمع. طيب ايه نبدا بواحده سهله عشان نجمع. ماشي ماشي. طيب انا بس بفكر في اني واحده ابدا بيها. طيب تعالى نبدا بدي والله استنى نبدا بدي. ماشي نبدا بدي ماشي ثواني كده. ماشي هبدا بدي. طيب هنا بيقول لك عندك لوكال اوثيريتور استخدم في الديموديليتور بتاع سينجل سايد باند وكان ليه فريكونسي ماشي ما كانتش بالظبط نفس الفريكونسي اللي انت باعت بيها، بمعنى انك كنت باعت في الترانسميتر وليكن بقى كنت باعت باف سي، لا جيت بقى في الريسيفر هتستقبل باف سي بلس دلتا اف، يعني هنا هتبقى كوزاين 2 باي اف سي تي وهنا كوزاين 2 باي اف سي زائد دلتا اف في تي. طيب وبيقول لك بقى ايه evaluate the demodulated signal ماشي for the following cases. بيقول لك ان انت عندك single side band signal كانت فيها ال upper side band only، بمعنى ايه ان انت لو كان عندك signal كده ماشي فانت بعد ما عملت لها modulation بقت كده ماشي، ما بعدتش غير ال upper side band ماشي اللي هو الحته اللي كانت فوق ناقص اف سي. فاول حاجه عايزين نعملها هي لو احنا عندنا بعتين ده ونشوف هنعمل ديموديليشن هيحصل ايه. فانت دلوقتي انت كنت عند اف سي وانا بقول لك انك هتعمل بعد كده الديموديليشن عن طريق كارير، بس الكارير ده
هيجي جالك عند اف سي زائد دلتا اف وناقص اف سي زائد دلتا اف. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله هتشفت الكلام ده شمال باف سي زائد دلتا اف والمين باف سي ناقص دلتا اف. ماشي، فهتلاقي ان الكلام ده بعد ما تشفت لك، يعني لو شفت دي لقدام اف سي زائد دلتا اف ماشي، فهيجي لك هنا كده، هنا كده الزيرو وهنا دلتا اف، بدل ما كانت تيجي لك عند الزيرو جات لك عند دلتا اف. وهتلاقي ان الكلام ده لو رجع لورا هيجي لك عند ناقص دلتا اف ماشي، بدل ما كان يجي لك عند الزيرو. فالاصل في الموضوع ان هم كانوا يجي له عند يجي لك عند الزيرو، فلما الاثنين كانوا يشبكوا في بعض، يعني كان الاصل في الموضوع ان يجي لك واحده كده ويجي لك واحده كده، فلما يشبكوا في بعض يديك السيجنال الاصليه ماشي. بس اللي حصل مش كده، اللي حصل ان لا، في واحده رجعت لك ورا دلتا اف وواحده طلعت لك قدام دلتا اف. طبعا ده الشكل ده لو اتجمع يديك عك في النص، يعني هيديك سيجنال كده مثلا، وتجي لك هنا تبدا تعك، تبدا مثلا تطلع منك شويه كده ماشي، بعد كده هتعك شويه يعني، مش مهم يعني الشكل ده، المهم ان هم في الاخر هيخشوا في بعض. طبعا احنا كان عندنا هنا حاجات عند الاثنين اف سي وزائد دلتا اف و2 اف سي ناقص دلتا اف، الحاجات اللي هنا دي خلاص ايه، احنا عارفين ان احنا بنشيلها، يعني انا بقى اسيوم خلاص ان انتوا فاهمين الكلام ده، انا بس ببقى مهتم بالجزء اللي هينزل عند الزيرو. المهم يعني هتلاقي ان الاثنين سيجنالز دخلوا في بعض نتيجه ان في ايرور في الكارير اللي انت مستخدمه. طبعا نفس الكلام كان هيحصل لو انت برضو ايه، لو انت كنت باعت اللور سايد باند اللي هو هنا كده وهنا، وعندك هنا اف سي وعندك ناقص اف سي. طبعا الكلام ده لو كنت بقى جيت عملت له بقى برضو موتيفيش مع حاجتين كده، اف سي زائد دلتا اف وناقص اف سي زائد دلتا اف، هتلاقي في الاخر دي اتشفتت لك ماشي، دي هتتشفت لك عند دلتا اف كده ماشي، والتانية دي هتجي لك عند ناقص دلتا اف. فهنا برضو ما حصلش اللي انا كنت عايزه، انا كنت عايز الاثنين يشبكوا في بعض، لا هنا حصل لي سيجنال كده ما بقتش اللي انا عايزها برضه. فسواء الحاله دي او الحاله دي فالحالتين غلط، يعني الاثنين ما ينفعوش، انا عايز في الاخر السيجنال تبقى بالشكل الاصلي بس. فهل حد عنده سؤال لحد كده؟ كله فاهم؟ معقولة؟ مش مصدق الصراحة. مش مصدق معلش، هو ليه الجزء الشمال لما تشفت بقى هو اللي على اليمين واللي على اليمين لما تشفت بقى هو اللي على الشمال؟ ده في انهي بارت؟ بارت ايه ولا بارت بي؟ بارت بي. بص انت دلوقتي عايز تشفت ده ماشي، انت عندك ناقص دلت ناقص اف سي، عايز تزود عليها اف سي زائد دلتا اف، فدي كده لما هتبقى ايه؟ هتبقى دلتا اف ماشي، بس وحواليها الحته اللي كانت هنا عكس هنا، هنا دي كده اللي بقت عند دلتا اف، بس بدل بقى ما كانت عند دلتا اف وهتنزل كده، لا ده انت بقيت دلتا اف وهتنزل كده، فعشان كده حصل هنا كده، بينما حصل هنا العكس. هل وصلت كده؟ مش قوي الصراحة. طيب تاني انت في الحالة دي السيجنال كانت عندك بالشكل ده خلاص، انت دي ما فيهاش مشكلة، احنا بعتين دلوقتي الابر سايد باند، معبتين اللور سايد باند، فاللور من هنا واللور من هنا. طيب انت دلوقتي عايز تشفت الشكل ده كله لقدام كده بف سي زائد دلتا اف، فالنقطة دي اللي هي كانت عند ناقص اف سي ماشي، دي كده مثلا عند ايه؟ ناقص اف سي زائد دبليو وليكن يعني، فالناقص اف سي هتجي لك عند ايه؟ عند دلتا اف، والناقص اف سي زائد دبليو هتجي لك عند دلتا اف زائد دبليو بس، فدي كده جات لك عند دلتا اف ودي عند دلتا اف
زائد W. ونفس الكلام حصل هنا، رجعت دي لورا اف سي زائد دلتا اف، فالاف سي هتجيلك عند ناقص دلتا اف، والاف سي ناقص دبليو هتجيلك عند ناقص دلتا اف ناقص دبليو. مش عارف هل كده وضحت ولا تمام. طيب مش مهندس، يعني احنا هنشفت الثانيه دي اللي عن نيجاتيف دلتا اف، انهي اللي هو حضرتك اخر حاجه عملت عليها دي اللي هي اللي هو سايد باند على اليمين تحت؟ ايوه. انت دلوقتي دايما بتبقى لو عايز تنزل سيجنال موديوليتد عن الصفر، فبتيجي تشفت دي كده، بتيجي تشفت دي كده، فهتشفت دي بكام؟ زي ما قلنا هنا، انت هنا بتشفت دي عن طريق ده، ماشي؟ فهي تتشفت اهي يعني بناقص اف سي ناقص دلتا اف بس. فلو جيت تجمع ناقص اف سي ناقص دلتا اف على هنا، تديك دي عند ناقص دلتا اف، ودي عند ناقص دلتا اف ناقص دبليو. واضحه ولا؟ تمام ماشي. طيب انت في الاخر كل يا جماعه اللي بتعملوه ان انتوا من الاخر كده لو في حاجه هنا ماشي، ف يعني سواء هنا او هنا، فهي بتتشفت قدام وقدام ورا عن طريق ده وده. التشفيته اللي لقدام بتبقى بده، التشفيته اللي لورا بتبقى بده، ماشي؟ بس ففي حاجه بقى هنا مثلا لما يتشفت لقدام هيروح عند 2 اف سي، هنا لما يرجع لورا هيجي ايه؟ هيجي قريب من الصفر. هنا لما يتشفت لقدام هيجي عند الصفر، لما يتشفت لورا هيجي عند ايه؟ ناقص اف 2 اف سي. بس دي حاجه عامه يعني في كل الحاجات. بس تعالوا كده بس نخش في المسألة التانية. دي بقى مسألة تقيلة. هو سؤال بس يا باشمهندس، هو حضرتك المسألة هي بتخلص على كده يعني اللي أنا أرسم و تخيل؟ يعني هي دي الإيفالويت يعني اللي هو الحسابات اللي أنا ما في يعني أصل أنت هتعمل إيه؟ ما هي السنجل سايد باند مش هتعرف تمشيها حسابات. أنت برضو فاهم قصدي؟ مش يعني الموضوع مش ملوش حسب قوي يعني، هو موضوع بيتحل بالرسم يعني. فهو طب على كده يعني انا بوضح له برضو في الرسم برضو اللي هي الشيفت الثاني اللي اتشفت ناحيه الشمال وناحيه اليمين. يعني بص، هي بتبقى مفهومه شويه، بس اهم حاجه بس الارقام اللي انت كاتبها على الاكسيس تبقى صح. تمام. مش لازم يعني تقعد ترسم ان ده اتحرك كده وده اتحرك كده، اهم حاجه بس ايه بعد ما تشفت انت تكتب بس ارقام صح، وتبقى انت عارف بتشفت بكام. تمام ماشي ماشي. مش مهندس اتفضل. معلش سؤال، هو في امتحانات سابقه للكورس ده ولا ده حاجه جديده ولا ايه؟ بص، الكورس ده اول سنه يدرس في تانية، ده اول حاجه. بس الكورس ده نفسه كان موجود في ثالثه، يعني موجود في ثالثه، بس ممكن في توبكس تبقى جديده شويه قدام، بس مش التوبكس اللي احنا فيها دي. بس ما كانش بيدرسه دكتور علاء، فبرضه بالنسبه لك مش هيبقى يعني ماشي، ممكن تحل وكل حاجه، بس مش نفس الدماغ، مش نفس الشخص اللي حطلك الامتحان يعني. ممكن كمان مش نفس المنهج يعني، في حاجات تانية كده تبقى مختلفه. بالظبط بالظبط، بس هو بشكل عام في حاجات كتير متشابهه يعني. انا بس كنت عايز اعرف بس شكل السؤال بيجي ازاي او كده بس يعني. والله هي ما بتبقاش مختلفه قوي عن طبيعه الاسئله اللي في الشيت يعني مش هتلاقي الدنيا مختلفه تماما. اكيد مش هتبقى نفس المساله بالظبط، بس برضه هتبقى مسائل جايب لك برضه حاجه وبتقعد تحرك لمين وشمال، او تقعد تحسب بايدك حاجات ساينات وكوزاينات يعني هو ده المنهج كله في الحته دي يعني، بيلف حوالين كده في اللي هي حته الامبليتيود موديليشن. تمام، شكرا يا باشمهندس. ايش عندنا سؤال لحد كده؟ طيب نركز بقى كلنا في المساله دي، لانها مساله صعبه شويتين ثلاثه يعني. المساله دي متعبه جدا في حلها يعني. هي كلها رسم برضو بالمناسبه يعني. طيب هو يعني قبل بس ما اشرح المساله، هو هدف المساله دي بيعرض لك طريقه ماشي بيقدر يعمل بيها سنجل سايد باند موديليشن بس من غير موضوع الفلتر ده. طيب فبيعمل الكلام ده ازاي بقى؟ تعالوا نبص. بيقول لك the following figures
shows the block diagram of Weaver's method for generating single sideband modulated waves. يقول لك the message اللي هي الموديوليتنج سيجنال يعني الباندويث بتاعها او موجوده ما بين اف اي ل اف بي ماشي. فتعالوا ايه نسيوم ان عندنا سيجنال كده ماشي موجوده من اف اي ل اف بي وطبعا هتبقى ايه موجوده الناحيه الثانيه برضو من ناقص اف اي لناقص اف بي. فدي كده شكل الايه شكل المسج. طيب وبيقول لك ان انت اول حاجه في حد كان يسال حاجه. طيب بيقول لك اول حاجه انك خدت المسج دخلتها على برودكت موديليتور اللي هو يعني انك بتضرب في الكارير والكارير ده كانت الفريكوانسي بتاعته بالشكل ده اف اي زائد اف بي على 2 ماشي. عملت الكلام ده مره لكوزاين ومره ساين. خدوا بالكم ده مش كوام يا جماعه يعني ده مش 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 كوام موديوليشن ده هيعمل حاجه تانية يعني. بس هو بس الفكره بتتضمن ان هو بيضرب في كوزاين وساين ماشي. وبعد كده ايه خد هنا لوبس فلتر فلتر حته من السيجنال وانا فلتر حته من السيجنال وراح بعد كده رافعها على كارير تاني اف سي برده ساين وكوزاين وراح جامع الحاجتين اللي طلعوا مع بعض ماشي. في الاخر هيلاقي ان الكلام ده لما بيعمله في سايد باند واحده بتتبعت. ازاي الكلام ده؟ هو ده بقى اللي احنا هنمشيه بالرسم ونعرف ازاي بيحصل ماشي. طيب اول حاجه بس عايز افكركم بيها ماشي قبل ما نبدا احنا اصلا في حاجه من السيجنالز عايز افكركم بيها. الاصل في الموضوع لما كان بيبقى عندي حاجه بالشكل ده اي باور جي اوميجا تي الاي باور جي اوميجا تي دي كانت بتبقى عبارة عن إمبلس عند الأوميجا ماشي. فالكوزاين 2 باي اف سي تي دي بتبقى عبارة عن اي باور جي 2 باي اف سي تي على 2 زائد اي باور نيجاتيف جي 2 باي اف سي تي على 2 وهو ده اللي بيخلينا نقول ان الكوزاين عبارة عن 2 إمبلسز بالشكل ده واحدة عند الاف سي واحدة عند الناقص اف سي. دي مهمه بس نبقى فاكرينها علشان نعرف بقى تحويله الساين بتبقى ايه. تحويله الساين بتبقى احنا عارفين انها بتبقى اي بار جي 2 باي هنا نص هنا نص اي بار جي اف سي تي ناقص اي بار نيجاتيف جي 2 باي اف سي تي على 2. فالكلام ده لما يجي ترسمه هنا كده هتلاقي انها واحد على هنا في جي واحد على 2 جي هنا ماشي وناقص واحد على 2 جي هنا. خليكم بقى فاكرين الشكلين دول علشان احنا عندنا هنا حاجات بتبقى ساين وحاجات كوزاين وعايزين نمشي بالرسم فلازم ايه يبقى في دماغنا الشكلين دول. طيب فتعالوا كده نمشيها واحده واحده بقى. اول حاجه انت كان عندك سيجنال بالشكل ده هتضربها في كوزاين يعني هتعمل لها كونفوليوشن مع السيجنال دي. يعني اول حاجه هتعملها انك تعمل كونفوليوشن ما بين دول فساعتها السيجنال اللي هي هنا ولتكن هنقول انها ايه هتبقى بالشكل ده. انك هتجيب دي شمال بمقدار اف نود واليمين بمقدار اف نود ماشي واحنا عارفين ان اف نود بكده ماشي. ف لو احنا جبنا سيجنال دي اليمين وهنا كده اف نود وهنجيب السيجنال تاني هنا كده ماشي عند ناقص اف نود ماشي. المهم يعني بعد ما نعوض بقى ان الاف نود بالرقم ده ماشي فنلاقي ساعتها ان الفريكونسي هنا ماشي هي عباره عن نتلخبط فيها يعني. ماشي عباره عن ايه سوري تمام
ماشي 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 تمام. هنلاقي ان هنا عبارة عن بس مهندس اتفضل. هو معلش، هو حضرتك فرضت شكل السيجنال دي على اساس ايه؟ طيب انا فرضت شكل السيجنال دي على اساس ايه؟ ده ممكن تفرضها اي حاجة ما فيش مشكلة، بس هو الفكرة كلها ان في المسألة دي هنبقى محتاجين ان السيجنال تبقى بالشكل ده. يعني انت كان ممكن تفرضها كده مثلا اي حاجة، يعني ماشي كان ممكن تفرضها كده، يعني حاجة حوالين، يعني انت كده كده سوري انت كده كده عايزها من اف ايه لاف بي بس، فانت كان ممكن تفرضها كده يعني اف ايه اف بي وتيجي هنا كده ناقص اف ايه ناقص اف بي. هو قايل لك كده كده انها من اف ايه لاف بي. شكل السيجنال نفسه فرضته ليه كده بقى؟ ليه مثلث مش كده مثلا؟ في المسألة هنلاقي ان ده يعني ان الكيس دي مش جنرال كيس، يعني هتلاقي ان الكيس دي مور جنرال، يعني في حاجات في المسألة هتبقى اصعب لو فرضناها كده. ماشي، لو احنا فرضناها كده هنلاقي ان في حاجات بتتكنسل مع بعض وهي في الاصل مش لازم تتكنسل مع بعض، يعني هنلاقي ان هي بتتكنسل مع بعض بس عشان هم بالشكل ده. بص هتشوف في المسألة هتبان، خلينا بس نمشي المسألة كده ونشوف. طيب مسألة متعبة الصراحة، فتعالوا ايه تاني. طيب فانت لو جيت تمشي هنا ناقص اف نود اف نود، هنا هتلاقي بقى ايه؟ ناقص اف نود زائد اف بي، وهنا ناقص اف نود زائد اف، وهنا ناقص اف نود ناقص وناقص اف نود ناقص اف بي، وهنا نفس الكلام، هنا هتبقى اف نود ناقص اف بي واف نود ناقص اف اي واف نود زائد اف اي واف نود زائد اف بي. تاني حد كده مفيش مشكله، جاست بس ان انا شفت كل الحاجات اللي هنا دي بمقدار اف نود. طيب الفكره بقى ان اصلا اف نود عندنا هي عباره عن اف اي زائد اف بي على 2، فاحنا المفروض نعوض. ماشي، نعوض ونحسب بقى الحاجات دي هتبقى بكام. ماشي، فانت لو عوضت بقى وحسبت هتلاقي ان هنا دي مثلا بقت عباره عن ايه؟ بقت عباره عن اف بي ناقص اف اي على 2. ماشي، وهتلاقي ان دي بقت عباره عن اف اي ناقص اف بي على 2، اف اي ناقص اف بي على 2. ماشي، وهتلاقي ان دي كده بقت عباره عن اف بي ناقص اف اي على 2، وان دي بقت عبارة عن اف اي ناقص اف بي على 2. ماشي، فانت دلوقتي بقى لو جيت اصلا تبص على الارقام دي هتلاقي ان الارقام دي متداخلة، يعني هتلاقي ان الرقم ده هو مثلا الرقم ده وان الرقم ده هو الرقم ده، فانت لما جيت ترسمهم اصلا من الاول ما كانش ينفع ترسمهم بعض عن بعض لان هم اصلا نفس الحاجه. ماشي، فانت بقى لو عدلت الرسمه وجيت ترسمها صح يعني هتلاقي انها طالعه لك حاجه بالشكل ده. هنا طلع حاجة بالشكل ده وهنا كده. هو سؤال بس يا باشا، اف ايه 2 اتفضل. هو حضرتك دلوقتي بعد اذنك بس السلايد اللي فاتت كده، هو دلوقتي احنا شلنا قيمة اللي هي الاف نوت وعوضنا مكانها باللي هي اف بي ناقص اف ايه على 2 ولا اف نوت عبارة عن اف ايه زائد اف بي على 2، يعني احنا شفتها في الرسمة وعوضنا بيها وبعد كده وحدنا مقامات ولا مش؟
ما آه يعني انت بص هديك مثال لواحده فيهم. لو انت عايز تعمل اف اي زائد اف بي على 2 ناقص اف بي، فدي ممكن تقول انها 2 اف بي على 2، فبالتالي هتبقى بتساوي اف اي ناقص اف بي على 2، فاهم؟ اف بي ناقص 2 اف بي ناقص اف بي، وهكذا بقى في فيهم كلهم يعني. انا بس يعني دي خطوه المفروض يعني ايه مش صعبه، انا بس ايه بقول لكم ان انتوا هتعوضوا بيها. تمام. هتلاقوا ساعتها ان انتوا كان المفروض تشبكوا دول في بعض اصلا بالشكل ده يعني. تمام يا باشمهندس، ماشي ماشي. طيب بعد كده هو حط لو باس فلتر، ماشي. فمعنى كده ان يعني المفروض ان كان عندنا حاجات هنا، حاجه هنا وكده وحاجه هنا ايا كان شكلها. بما انه حط لو باس فلتر فاحنا خلاص احنا هناخد دي بس، واي حاجه هنا نفضل لها. طيب بعد كده المساله بقى او النص اللي تحت، ماشي. خد بالك بقى ان انت هنا هتمشي الموديليشن بالشكل ده، بالواحد على 2 جي والناقص واحد على 2 جي، ماشي. فانت بقى لو جيت ترسم الشكل ده، ماشي، هتعمل نفس الكلام بالظبط، هتقعد برضو تشفت وكده وتحسب، ماشي، نفس اللي احنا عملناه في الخطوه اللي فوق. هتلاقي بقى ساعتها ان الشكل طالع لك كده بالظبط، طالع لك. خد بالك هنا ان هنا ده نص كده وده نص، بما اني كنت بعمل بكوزاين، بس لو انا بعمل بساين هلاقيه طلع لي كده، هنا واحد على 2 جي وهنا ناقص واحد على 2 جي، والاقي برده ان هو طالع لي عند نفس الفريكونز اللي هي اف بي ناقص اف اي على 2، واللي هي الاف اي ناقص اف بي على 2 بس. وطبعا هيطلع لي حاجات على الطرفين هشيلها عشان برده هو حاطط هنا لو باس فلتر. طيب الفكره بقى بعد كده، هو بقى نتيجه ان في حاجات ظهرت لك مقلوبه ومش عارف ايه، هيستغل الكلام ده بان هو يكنسل سايد باندز معينه. ده بقى اللي هنشوفه في الخطوه الجايه، ان هو بعد كده هيقوم رافع الكلام ده كله على كارير، مره ساين ومره كوزاين، ماشي. فالكلام ده هياخده يعمل له بتاع كده مع ايه، مع اف سي وناقص اف سي. هو قايل لك هنا اهو، واف زي ده مش قايل لك كام، هو رقم وخلاص. وهياخد دي كده مع 1 على 2 جي عند اف سي، وناقص 1 على 2 جي عند ايه، عند اف سي بار، عند ناقص اف سي. فمعنى كده ان دي هتتشفت برضو ايه قدام ورا باف سي، ودي ايه قدام ورا باف سي، بس دي هتبقى مضروبه في 1 على 2 جي، 1 ناقص 1 على 2 جي، ودي نص. حلو جدا. فتعالوا بقى ايه نعمل الكلام ده. فالكلام ده نشيء اول واحده، تعال نشوف اول واحده وتعال نشوف تاني واحده. فاول واحده هنلاقيها ايه، هنلاقيها جت لنا هنا كده وهنا كده، ماشي، جت لنا عند الايه، عند ناقص اف سي وعند زائد اف سي. والتانية دي بقى هنا خد بالك بقت ربع او ربع، لانك ضربت نص في نص. طيب هنا بقى دلوقتي انا عندي واحد على 2 جي، ماشي، وهتضرب في واحد على 2 جي، ماشي. فضرب النص في النص بربع، وضرب الجي في الجي بناقص واحد، لو احنا عارفين الكلام ده. وهنا نفس الكلام. فانت هتلاقي ان في حاجات بقى ايه، هتلاقي مبدئيا الايماجينري اختفى، يعني لان انت هتضرب جي في جي وجي في جي او جي في ناقص جي، فالإيماجنري هيختفي، ماشي. هتلاقي بس اللي حصل كالآتي، لو مشيت وراها يعني، تلاقي ان جات لك هنا سيجنال كده، سوري، وجات لك سيجنال تانية تحت، معلش ثواني، هتلاقي ان السيجنال هنا جات لك كده وجات لك واحده تانية كده، ماشي، ونفس الكلام بالظبط حصل لك هنا. ماشي.
فانت دلوقتي بقى عندك هنا برضو ربع وناقص ربع وربع وناقص ربع. هو بقى في الاخر دي السيجنالز كده اللي طالعه من هنا، دي واحده طالعه من هنا وواحده طالعه من هنا. فوالله بقى دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك لو انا جمعت الاثنين دول، فقال لك فور اكزامبل هنا مثلا هلاقي ان دي الجزء ده والجزء ده الجمع، في حين ان الجزء ده والجزء ده اتطرحوا ماشي. فلاقي ان في الاخر بقى عندي سيجنال واحده هنا كده بنص، ونفس الكلام هيحصل هنا، لاقي ان عندي سيجنال واحده هنا كده بنص. فدلوقتي السيجنال اللي كانت في الاصل كده انا بعت سايد باند واحده بس هنا كده، وليكن هتبقى الابر سايد باند. يعني احنا لو ما جمعنا طلع لنا الابر سايد باند ماشي. طب لو كنا طرحنا، لو كنا طرحنا كان هيحصل العكس، كنت هتلاقي ان الحاجات البوزيتيف بتكنسل مع بعض والنيجاتيف بتتجمع، فكنت ساعتها هتلاقي الشكل طالع لك كده، هتلاقي بالظبط طلع لك كده. فهتلاقي ساعتها انك بعت اللور سايد باند اللي هو الجزء اللي كان هنا اصلا. فهو بس هو في المساله دي كان طالب كده انك ايه، بيقول لك اثبت انك لو انت عايز تبعت اللور سايد باند هتجمع، ولو انت عايز تبعت الابر سايد باند هتطرح، او العكس يعني مش فاكر يعني اللي احنا كنا بنشرحه ده. هي ثواني ثواني خليك معايا ثانيه، خليك معايا ثانيه. اه اتفضل قول. مش مهندس هو في السيجنال الثانيه ليه لما وديت على اف سي بقت فليت؟ علشان الواحد على 2 جي في 1 على 2 جي بقت نيجاتيف، يعني بقت نيجاتيف بقت بص لتحت فبقت فليبت لتحت. يعني هقول لك انت لو شفت دي كده ماشي اللي عند اف سي، فانت الواحد على 2 جي هتضرب في 1 على 2 جي، والواحد على 2 جي هتضرب في ناقص 1 على 2 جي ماشي. فهتلاقي ساعتها ان ناقص 1 على 2 جي في ناقص 1 على 2 في 1 على 2 جي عباره عن ربع، فهتلاقي ان دي طلعت لك لفوق ماشي. هتلاقي ان دي فعلا هي اللي طلعت لك فوق، ودي قلبت لك لتحت، لان 1 على 2 جي في 1 على 2 جي بناقص 1 على 4، في حين ان 1 على 2 جي في ناقص 1 على 2 جي ب 1 على 4. فهمت قصدي؟ تمام. دي اللي عند بوزيتيف اف سي. طب اللي عند النيجاتيف ما العكس بقى، ما انت هتلاقي ان دي اتضربت لك في ناقص 1 على 2 جي ماشي. فهتلاقي ان اللي كانت فوق دي هتفضل فوق عادي. اه تمام واللي كانت تحت هي اللي هتبقى بالنيجاتيف برضه. بس طب هو سؤال حضرتك بس عشان ما خدتش بالي من الجزئيه دي، هو انا ليه من اسسه شقلبت السيجنال الاصليه؟ ما انا شقلبت ليه مخليها واحد جزء فوق وجزء تحت؟ يعني مش الجزء الاخراني، لا الجزء اللي قبليه ده يعني. اه اللي هو الجزء ايه ولا عشان انا هنا كنت عامل موديليشن مع ايه، مع ساين، واحنا قلنا ان الساين احنا عملنا موديليشن ساين مرتين، ففي الاول نفس الكلام حصل برضه. تمام. يعني احنا كده حولنا على الفلتر على تحت اللي هو الجزئيه اللي تحت يعني. لا دي السيجنال اللي تحت. لا انا بحل الاثنين مع بعض، ما اصل هي مساله لازم تحل الاثنين مع بعض وتجمعهم يعني. تمام يا باشمهندس. تمام كده. بصوا هي مساله بايخه جدا يعني، انا عارف يعني. قول فرنس. اتفضل. الصوت بيقطع بس. هو هتخرب ليه؟ انا مش سامع، الصوت بيقطع والله. الو ماشي، بس النت عندي ضعيف. طب قول، حاول تقول كده. هو انا دلوقتي انا بعمل الاناليسيز هنا بهتم بالسيجنال القريبه ناحيه الزيرو. فين السيجنال القريبه ناحيه الزيرو قصدك؟ هنا يعني ممكن تجيب الصفحه اللي قبلها دي كده ولا ايه؟ اللي انا بعمل لها كونفوليوشن، بهتم بالسيجنال اللي هي قريبه ناحيه الزيرو، اللي بتروح ناحيه الزيرو، اللي بتشفت ناحيه الزيرو. يعني انا مش فاهم قصدك بصراحه قوي، يعني ممكن توضح اكتر؟ مش فاهم سؤالك بصراحه. يعني انا لما اعمل للسيجنال دي كونفوليوشن مع الساين او الكوزاين، في شويه ممكن يروحوا شويه، يعني ايه، يبقوا ابعد شويه عن النقطه اللي كانت فيها،
تمام. يعني مثلا انا عملت في الاول كونفوليوشن مع كوزين، مع كوزين 2 باي اوميجا اف اف نوت تي، تمام. فهي اتشفتت ناحيه الاف نوت، بس ما هو التشفيت بقى ناحيه الاف نوت دي نتيجه الفاليوز اللي كانت موجوده هتجيبها عند الصفر. يعني ما هو اف نوت دي كانت صغيره شويه. انا قصدي لما اعمل لها كونفوليوشن تاني، لما ادخلها على اللوباس فلتر وعملها كونفوليوشن تاني مع الاف، مع الاف سي، انا لما بعمل الاناليسيس بتاعتي بهتم باللي بيروح ناحيه القريب ناحيه الزيرو. لا ما هو مفيش حاجه هتجيلك ناحيه الزيرو بقى، ما انت دلوقتي عندك الزيرو هنا، هتشفت اف سي قدام واف سي ورا، مفيش حاجه هتفضل عند الزيرو. ان انا مش قصدي ان انا احطها عند الزيرو، اللي هي انا بهتم بالاقرب حاجه للزيرو. لا ما هي، ما هو انت دلوقتي هنا انت كان عندك سيجنالز تانية، بس احنا خلاص حطينا فلتر فتشالت، فاحنا دلوقتي عندنا سيجنال عند الزيرو. السيجنال عند الزيرو دي بعد كده هنعملها كونفوليوشن مع ايه، مع دول، فهتروح عند الاف سي، عند نايس اف سي، احنا مش هيبقى لنا حاجه عند الزيرو اصلا. يعني مش تمام فهمت قصدي؟ احنا مش ما فيش حاجه بقت لنا عند الزيرو عشان نهتم بيها او نهتمش بيها، فاهم؟ لا انا لما بقى بس افتكرت بس في مشكله حصلت اللي هنا ما خدتش بالي من الفلتر دي. بس هي مساله بايخه جدا بصراحه، وانا عن نفسي تعبت جدا امبارح وانا بشرحها الباور يعني، وهي مساله متعبه يعني. انا عن نفسي وانا بحضرها يعني كنت اصلا مش متلخبط يعني، فمش متوقع الصراحه ان كله يبقى استوعبها 100% يعني، بس هي محتاجه تمشيها بايدك. باشمهندس الحاجه دي تيجي في امتحان؟ ممكن عادي يعني، ما تعملش حسابك ان حاجه زي كده ما تجيش، لا ممكن تيجي. باشمهندس اتفضل. طب ممكن ترجع للسلايد اللي بعد دي؟ اتفضل. هو على الشمال مش عندي السيجنال كده دخلت في بعض؟ ده ما هو انت بقى نتيجه، ما هي فعلا، هي فعلا في المرحله دي صح دخلت في بعض وده غلط، فاهم؟ طب ماشي، انا هقول لك بس حرقت. انت لو كملت، ما انت لو كملت للاخر هتلاقي ان ايه الحاجات اللي اتعكست دي ماشي هتتكنسل مع بعض لما تجمعهم، فطلعت لي دي بس. ما عشان كده بقى، ما انا هقول لك بقى دلوقتي، في واحد زميلكم سال انا ليه فرضت السيجنال بالشكل ده، انت لو كنت فرضتها بالشكل ده ماشي كنت ساعتها هتيجي مش هتلاقي القلبه دي، كنت هتلاقي ان السيجنالز منطبقين على بعض، فكان هيتهيالك ان ده طبيعي يعني، بس ده مش طبيعي، هو انت بس طلع كده عشان السيجنال كانت سيمتريك يعني. فهو فعلا هنا لحد هنا كده السيجنال بايظه ماشي، بس احنا عارفين ان احنا بنبوظها علشان بعد كده لما هنجمع عليها حاجه مقلوبه في سايد واحده بس هي اللي هتتبقى، فاحنا بنبوظها عن عمد، فده عادي يعني. طب اصل السكشن اللي فات حضرتك كنت قايل لما بيكون تو لاينز كده يعني ليهم مستوى عكس بعض فبيبقى خط مستقيم. لا لا ما يا ابني ايوه، ما انت بس انت دلوقتي صح، هي بتبقى خط مستقيم، بس انا دلوقتي ما يعني انا دلوقتي ما رسمتش الاثنين سيجنالز مجموعين على بعض، انا بقول لك بس ان في واحده هتيجي هنا وواحده تيجي هنا. لو انت عايز ترسم بقى يعني، بص هقول لك حاجه، طب خلينا بس ايه، خلينا نمشيها تاني. في حاجه حلوه ممكن اقولها لك، تعال نمشي زي ما انت بتقول ان انا ايه هقول انها خط مستقيم، فساعتها كده هتبقى عامله كده صح، ما خلاص في النص بقى خط مستقيم صح معايا. الصوت بس مش الو، هو الصوت بيزن جامد ما اعرفش ليه. المهم يعني فانت لو مشيت دي كده، لو انت جمعتهم يعني وجيت هنا جمعتهم برضو ماشي، فهتلاقي ساعتها ان الشكل هنا طالع لك طالع لك ايه تقريبا، طالع لك حاجه بالمنظر ده. مش عارف بقى هيطلع ايه بالظبط الصراحه، بس انت هتلاقي ساعتها ان هيبقى طالع لك حاجه بالمنظر ده. فانت بقى لو مسكت الشكل ده جمعته على الشكل ده هو في الاخر هيديك الشكل ده، يعني انت محتاج تمشي وراه بقى. تمام شكرا يا باشمهندس. العفو. باشمهندس اتفضل.
هو يعني مثلا على اي اساس مثلا انا بفترض شكل السيجنال؟ يعني عشان حضرتك قلت لو احنا افترضناه مثلث عادي كانت هتطلع مش مظبوطة. طب يعني ايه؟ بص، يعني لو مسألة زي كده كانت جات لك في الامتحان وانت افترضتها مثلث عادي، ما اظنش ان انت كنت هتنقص. بس هو الفكرة، بس عشان انا عارف حل المسألة، فانا عارف ان انت لو فرضتها كده من الاول في حاجات ممكن ما تبانش، بس هي في الاخر كنت هتوصل للحل. يعني زي ما كنت هتيجي في مرحلة مثلا زي هنا، هتلاقي ان السيجنالز مثلا ايه بقوا كده انطبقوا على بعض، فممكن ما تحسش ان هنا في حاجة غلط يعني. ونفس الكلام هنا، هنا بقى كنت مثلا هتلاقي ايه، هتلاقي ان السيجنالز واحدة كده فوق واحدة تحت، فبقوا زيرو مثلا. يعني بص، هتلاقي حاجات تمشيك عادي، بس ممكن ما تبينلكش أهمية الموضوع. يعني احنا هنا أهمية الموضوع ان انت فعلا بيبقى عندك الجزء ده بيتكنسل مثلا مع ايه، مع الجزء ده، او سوري، او الجزء ده بيتكنسل مع الجزء ده. لو انت كنت ماشيها كده اصلا، فانت مش هتحس قوي بقيمة الموضوع، فاهم؟ مش عارف والله يا باشمهندس، يعني حاسس الموضوع صعب شوية. انا معاك والله. هي الفكرة إن إحنا كنا بنفترض شكل المثلث ده الدكتور يعني كان ماشي إن هو حاجة ستاندرد يعني بنفرضها في معظم المسائل. المثلث اللي بالشكل ده، صح؟ آه بص، لو كان افترضتها معظم مثلث الاستادات كده، كده. لو افترضتها مثلث كده مفيش مشكلة. انت يعني بس هتيجي هنا، هتيجي ما اقدرش اقول لك انها غلط. يعني هتيجي هنا هيبقى عندك مثلثين منطبقين على بعض، هتيجي هنا يبقى عندك مثلثين عكس، وبرضه هتمشي السيجنال للاخر، هتلاقي ان واحد من المنطبقين على بعض بيتكنسل مع ده، وواحد بيتجمع على ده. فهي هي يعني. انا بس ايه، كنت بحاول يعني اوريكم اهميه الموضوع يعني اكثر يعني، بس مش اكتر يعني. بس انت تمام. لحد هنا، لحد هنا كان ممكن تقول ان السيجنال هنا سليمه يعني، بس هي في الواقع لو انت بس انت عشان شكل السيجنال كده فهي طلعت سليمه، بس دي مش الجنرال كيس يعني. فاهم؟ فاهم قصدي؟ بس يعني تمام. فعايز تمشيها بالمثلث، ما حدش هيقول لك، ما حدش يقدر ينقصك يعني، ما تقلقش يعني. فامشيها مثلث، ما فيش مشكله. تمام. هل حد عنده سؤال لحد كده؟ يا باشمهندس بعد إذنك، هو اتفضل. الديفايس اللي هو بيبقى واخد علامة السيجما ده مرة بيسمى ومرة بيفتح واخد معايا علامة ايه؟ سيجما، سيجما؟ اه ده ده مرة سميشن يعني. بيجمع ومرة بيطرح ولا ايه؟ لا، هو هنا في السؤال كان بيقول لك اثبت ان انت لو في مره جمعت اللور سايد باند هتتشال، ولو مره جمعت، لو مره طرحت ماشي. يعني هو في السؤال طالب منك كده، اثبت لو انت عكست البولاريتي هنا، او لو انت خليتهم زي بعض. يعني هو في رأس السؤال طالب كده. هو ممكن يكون في الدياجرام حاطط لك الاتنين بلس، بس هو بس في السؤال طلب منك قال لك طب لو طلعوا بقى عكس بعض ايه اللي هيحصل يعني. بس يعني هو جه قال لك، يعني قال لك how would you modify this modulator علشان اللور سايد باند هو اللي ترانسميت، فهتقلب. بس ماشي، مش عايزين، هو الفكرة فاضل 10 دقايق، فاحنا عايزين بس نحل ال، هو لسه فاضل 10. ماشي. باشمهندس ما ينفعش ناخد الريست 10 دقايق دول عشان في سيكشن ماس بعد ده. طيب بص، انا ماشي هقول لكم بس فكرة المسألة دي في دقيقتين، وانتوا كملوها بقى. ماشي. هو بس في المسألة دي كان، بص في المسألة دي هو كان مديك اي ام ستيريو، بيقول لك عندك نوع معين يعني من الاي ام ستيريو، يعني جهاز، يعني الجهاز ده بيديك كارير بالرقم بالشكل ده عشان يموديليت الايه السيجنال. طب اقول لك حاجه، الفكره ان المساله دي هتطول. وكده يعني، طب بص انا هديكم فكره المساله دي ماشي، عشان سريعه يعني وخلاص، عشان بس ايه الوقت يعني. هو بس هنا كان بيقول لك انت دلوقتي عامل اللي هو الموضوع الكوان ده ماشي، انك عندك سيجنال بعتها، والسيجنال دي كانت عباره عن ام 1 اوف تي في كوزاين ماشي، زائد ام 2 اوف تي في ساين، اللي هو شكل الكوان اللي احنا قلناه في اول السكشن.
بس بيقول لك بقى ان انت جيت في الريسيفر البتاع اللي استخدمته ده كان فيه دلتا فيز ويز ريسبكت تو الكاري روزين ترانسميتر، يعني من الاخر كده ده كان متزود عليه دلتا اف وهنا كان متزود عليه دلتا ايه سوري دلتا فاي بس. وبيقول لك بقى احسب لي بقى الشكل هنا هيطلع ايه والشكل هنا هيطلع ايه، ماشي مش هيطلع كده بقى ماشي. فالمساله دي في الاخر هتتحل عن طريق انك تضرب الاس اوف تي ماشي اللي هي بالشكل ده مره في كوزاين 2 باي اف في سي تي زائد فاي ومره في ساين 2 باي اف في سي تي زائد دلتا فاي، وتشوف هيطلع لك ايه في الاخر. هيطلع لك بس ان هنا في حاجه في جزء ماشي من الام 2 اوف تي وهنا في جزء من ام 1 اوف تي بدل ما كانت ام 2 بس او ام 1 بس. بس امشيها بس كده واحده واحده وفك برده اللي هو ساين في كوزاين بكام وايه وهتطلع زي ما هي مظبوطه يعني. بس هو في الاخر يعني عايز يقول لك هنا ان انت لو عندك دلتا فيز ايرور في الكوام في الاخر هيعمل لك حاجه اسمها كروس توك، ان انت بارت من السيجنال دي بيطلع هنا وبارت من السيجنال دي بيطلع هنا، ان في الاخر اتنين سيجنال سمعوا في بعض ده اسمه كروس توك يعني. فبس فهل حد عنده مشكله حد كده؟ ماشي انا عارف هنقدر نرسم في الرسم، هنقدر نرسم في المساله دي صح؟ لا المساله دي مش هيبقى فيها رسم، المساله دي هتمشيها بالمعادلات. بص تعرف منين المساله تمشيها بالمعادلات ومساله تمشيها بالرسم؟ اول ما تلاقي حاجه بيقول لك افترض بقى دلتا فيز وان انت عندك كل الدنيا هتضرب في كوزينات وفي ساينات هتلاقي نفسك تعرف تمشيها بايه بمعادلات. وبص هي المساله بتتحس كده يعني، لما تلاقي ان انت عارف تمشيها بحسابات تمشيها بحسابات، لكن حاجات بقى زي مثلا الحاجات اللي بيبقى فيها فريكوانسي ريسبونس او فلتر مديك رسمته عامله ازاي فانت مش هتعرف تمشيها غير رسم غصب عنك يعني. بس مش مهندس اتفضل، هو مش الساين والكوزاين دول اورثوجونال اصلا على بعض ازاي يحصل كروس توك؟ ما هيحصل كروس توك نتيجه ان انت زي ما بقول لك الريسيفر ماشي ما كانش فيه نفس الكوزاين اللي كانت في الايه في الترانسميتر ولا نفس الساين. يعني الفيز مختلف؟ الفيز مختلفة شوية. تمام بس شكرا. اسمعني يا باشمهندس، اتفضل. لو عندي مثلثين انطبقوا على بعض وانا بجمع هيبقى فيها مشكلة؟ لو نفس الحاجة نفس الطول نفس كل حاجة نفس الشكل هيبقى فيها مشكلة في الريسيفر ولا عادي؟ لا عادي بس طالما هم كانوا اصلهم نفس السيجنال فما فيش مشكلة. ايه تمام شكرا يا باشمهندس، ده في الاخر هيخلي لك السيجنال تزيد بس يعني مقدارها يزيد بس دي مش مشكله زي ما قلنا. اي سؤال تاني؟ طيب خلاص ماشي، شكرا يا جماعه.